شجاع. اذا كان في الدعوه طقطقه فكلنا نطقطق يعني معنا ها عادي. فاللي معه جوال يعطينيه وما جاء علي. بس انا ما لي دخل بتسليم الجوالات، بس انا قلت لك على الشاشه قلت انت نعم صح؟ صح. وانا قلت لك عبد العزيز حلفتك بالله معك جوال؟ قلت لي نعم انا صح ولا لا؟ انت معي؟ فاكيد انه معك. فاذا هو معك سلمه، ما معك خلاص ما انا مصدق. انا اصدق حتى لو تقول معي وما هو معي مصدق. نعم انت بالذات انا اعتبرك خط احمر ويقصر بالشباب كلهم. انت بعد معك ولا لا؟ الكلام لك ما معك يعني خلاص. وانت عبد العزيز؟ انا معي جوال. معك؟ خلاص هاته وانا قدام الشاشه. عبد العزيز بيض الله وجهه يوم قال انا معي فهو صادق، قال انا فعلا حلفتك بالله يا عزيز معك، قال والله معي. خلاص بتجيب يا عبد العزيز بسلم هي الاداره فحطه في هذا واقفل عليه واعطيه اياه. افتك من الازعاج من تبي تكلم امك تبي ابد عندي من جوالي ما اخليك ابد تنقطع. انا والله ما عندي ترى هذه شجاعه منك انت يوم تقول لي نعم معي وهذا انا انت حلفتني بالله وانا قد ها انت هذا امانه وانت امنت يوم امنتك قلت نعم فعلا انا اصدقك. فعشان كذا انا انت مصدق خطوط حمراء تجاهك عبد العزيز الاسلمي، خطوط حمراء انت في وجهي بعطيك اياه واللي يلحق شيء قسما بالله. شوف انا حلف في شاشه الواقع وحلف لاداره الواقع اللي حق شيء عبد العزيز ترى بيلحق المقدمين كلهم بنطلع من ها علينا. احنا قلنا معك انا معك صدق قلبي على قلبك الله انا بس انا اصدق معي انا صادق معك خلاص جبه وما يجاك حد بعطيك اياه. لا بس للحين ما اقدر تجيبه. ليه؟ لانه المكان صعب جدا. جبه والله مكان صعب والله. اطلع خذ راحتك انا انتظرك ارتاح. كم تبغى وقت؟ 10 دقائق؟ في شيء روح اسمع انا ما اقدر اجيبه بالوقت الحالي. ايش رايك تخليه؟ لانه لو جبته بالوقت الحالي بيصير لي شيء. ايش رايك تعطيني له؟ ف حطيك مويه لمتى طيب؟ لليل. بعطيك اياه لليل. انت بكره طيب يعني ما نبغى احد يفتح الموضوع. لا خلاص. لا بكره انت بتسلمني بكره الجوال؟ انت بكره موجود هنا؟ خلاص بكره. ولا بتسلم محمد عيسى؟ ولا بسلمك اياها يا انت يا محمد عيسى. وهابد اطلع على الشاشه، اطلع على الشاشه بعد شوي المغرب قل هذا الجوال وبسلمه الان الاداره. خلاص كذا حلو. وشاهدنا العزيز انا مثل ما قلت لك اللي حق عبد العزيز شيء تراه بيلحقنا كلنا مقدمين معه ما نخليه معنا كلنا مع عبد العزيز. نعم عشان صدق يعني صدقك هذا تراه هذا يدرس صدق من جاه هذا انت هذا البادره منك تدرس هذا صدق انك تغشمرت علي على جوالي لكن انا ادري انك تدري انه معك جوال عرفت وانك صادق انت مع نفسك قبل تكون صادق معي انا خلاص. بيض الله وجهك عبد العزيز تعلم جوال. الى هنا اودعك متابعنا العزيز اينما كنت وباذن الله ان شاء الله انك كنت استمتعت معنا. لولا غياب جيان وناصر بن قمره لكانت الحلقه جميله وهي جميله الان بتواجد المبدعين المتالقين عبد العزيز واللي حرق البطاطس. وان شاء الله نلتقيكم في حلقه قادمه. طبعا سحبنا ال 200 نقطه انت خلاص حاضر زين. والاجابه زيتين زيت التين يعني احنا 1800 1800 في مخباكم سلم جوالك يا حلوه يعني البرايم الجاي سلام سلام مع السلامه. لا ما تدخل ان شاء الله يعني لا يقصدونك يخصمون عليك. انا اقول ما يلحقك شيء اذا سلمت الجوال والله ما يلحقك شيء لحق شيء فيلحقني انا قبل المقدمين كلهم. انا ما اقول الكلام ويتغير واحد خلاص ترى سلمت الجوال ولا حق شيء اسمع اذا لحق شيء من الاداره ولا من المقدمين ولا انا ترى معك. لا وبعدين قال في وجهي ما لحقك شيء ابدا تقطيع الجي يعرفون هم ايش يسوي الجوال عندما تسلم الجوال ذيبه هذا عشان ابدا انا معك انا اذا جاك شيء بيجيني انا قبلك والله ما اقعد هنا ثاني. الله يبيض وجهك الله يوفقك واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بيض الله وجهك. وجهك يا عبد الله. الجوال ما يدخل الشخص اللي ترى يخرب مزاجي ويخرب تفكيري ويخلي نفسيتي تعبانه. وانت يا عبد العزيز هذه احييك
خلي شجاعتك يومك تصرفت بالتصرف هذا تصرف غير مستغرب. الخوف ما هو من عوايدكم يا شمر. انتم ها الحين وياك تقول عندي وهي عندك. ما عندي ما عندك فما عوايدكم الطيب. تعال ما صحك كلمتكم يا رجع عندنا ذبحنا عزوز.